عليكم من جديد، صباح الخير للكل وصباح التفاؤل وتحدي كل ما هو صعب بهاي الحياة. كل واحد فينا عنده بجوز عدد من الصعوبات بحياته، بيحاول دائما انه يتخطاها ليوصل لمرحلة أفضل بحياته. هذا الصباح رح نتعرف على موضوع غاية في الأهمية، هو بجوز موضوع بتكرر عنا ولكن بيجينا كتير تواصل من المشاهدين بيقولوا لنا بدنا من هاي القصص اللي بتخلينا، اللي هم حول الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بتخلينا إحنا نفسنا ناخد منهم طاقتنا وإحنا نفسنا ناخد منهم تفاؤلنا وناخد منهم شجاعتنا في هذه الحياة. فاليوم رح نحكي عن تجربة سيف دواس. معانا سيف في الصف العاشر، أهلا وسهلا فيك سيف. رح نحكي عن تجربته أولا بالمدرسة كونه طالب متفوق، وعن تجربته في الرياضة كونه سباح أيضا متفوق. فمنرحب أولا بسيف دواس، بعدين منرحب بالأستاذ محمود بني سلامة وهو مدير مدينة الأمير محمد للرياضة في أزرقاء. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. رح نحكي عن تعاونكم الجميل يعني مع سيف ودويه. والأستاذ نسيم دواس أيضا هو والد سيف، والله يعطيك العافية. دائما منقول الأسرة هي البنية الأساسية والأولى في بناء شخصية أي طفل، سواء كان طفل معاق أو غيره. فأهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية. خلينا بالأول إحنا والمشاهدين نشوف هالفيديو الحلو عن سيف وهو عم بسبح. خلينا نشوفه ونرجع لكم. أخوي في البيت، أجيب له كتب وبساعده في المدرسة، بحمل له الشنطة وبطلعه، بساعده لما يطلع برا بفتح له الأبواب وبنزله عن الرصيف عشان يلعب، بظل جنبه. وأخوي تعلم في نادي الأمير محمد بمساعدة الكابتن غيث، وأنا كنت أساعده، أنا بعرف أسبح قبله، كنت أساعده يعني هو يعرف يسبح وأتعلم معاه شوية، وفيش إشي بيقدروش عليه، فيش إشي مستحيل. اليوم نتكلم عن أخوي الصغير سيف، صديقي وصاحبي من ناحية تدريب السباحة. أول شيء بشكر إدارة نادي الأمير محمد أنه كانوا يستقبلوا الشباب اللي زي هيك الاحتياجات الخاصة ويساعدوهم ويمكنوهم أنه للسباحة. وما شاء الله سيف قدرته كانت كبيرة أنه يتعلم السباحة، كان يجي هون ما يخاف من المي، رهبة وعشان وضعه. والحمد لله الله قدرنا وتساعدت أنا وسيف، تساعد معي كثير في التدريب وما شاء الله الحمد لله. تعبنا أوليته بس الحمد لله يعني عنده إصرار هو أنه يتعلم السباحة. أهلا إذا من جديد. شفنا سيف
سيف بخصوصا بمحيط مدينة الأمير محمد الرياضية والتدريب على السباحة، شفناه مع أخوه براء وشفناه مع الكوتش، وكان يعني عنده تدريبات واضح أنها حلوة وجميلة ومتفوق فيها. فيعني أنا بدي أبلش حديثي تسمحوا لي مع الأستاذ محمود ومدير مدينة الأمير محمد، وكنا عم نشوف والله مدينة حلوة ورائعة متنفس حقيقي لأهالي الزرقاء، ومش بس هيك عم تلعبوا كمان أدوار مجتمعية مهمة، يعني عم تشتغلوا مع أسر وأشخاص ذوي إعاقة وغيرها. تخبرنا عن تجربتكم مع عائلة أبو سيف لو سمحت. نعم، أول شيء أشكركم على استضافتنا. الحقيقة مدينة الشبابية اللي تابعة لوزارة الشباب هي لها دور نحو المجتمع اللي بتعيش فيه بالتأكيد. وإحنا في مدينة الأمير محمد في الزرقاء كان لنا دور مع الأخ سيف. الأخ سيف كان يحضر إلى المدينة عادة، يحضر إلى المسبح ويكتفي في المشاهدة. في يوم من الأيام كان بيتحدث والده أنا ابني أمنيته أنه يتعلم السباحة ويكون زيه زي الأطفال اللي قاعدين بيسبحوا. الحمد لله إحنا بادرنا في مدينة الأمير محمد وبلشنا مع سيف في التدريب، ويمكن خلال أسبوعين كان متعلم السباحة، علما بأنه إحنا بنعمل عادة دورات سباحة وبتكون مدتها أسبوعين، والطفل اللي بكون في وضعه الصحي الطبيعي بكون متعلم. سيف اللي الحمد لله اللي كان عنده الحماس، وطبعا هذا بدعم من أسرته، تعلم خلال أسبوعين والحمد لله يعني كانت تجربتنا ناجحة معاه. الشيء هذا مش غريب علينا احنا كوزارة الشباب، الحمد لله احنا في وزارة الشباب عندنا دور اساسي بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن من خلال أندية المدن الرياضية الموجودة عندنا او من خلال المراكز الشبابية اللي تابعة لوزارة الشباب وعددها بحدود 192 مركز شباب. كثير من البرامج اللي عادة احنا بننظمها والمعسكرات لذوي الاحتياجات الخاصة، واحيانا بتكون هناك كثير من المعسكرات اللي لألهم حتى انهم يتعاملوا معها. الشيء اللي انا بس بحب اني اذكره احنا تجربة سيف، يعني احنا مرافقنا الشبابية او اي مرفق في المملكة الاردنية الهاشمية هو بيستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله احنا في عندنا اهتمام ملكي بهذا الشيء. ويمكن أنا بدي أحكي شغلة، الحمد لله إحنا دائما تعلمنا من الهاشميين إنه إحنا دائما أصحاب إنسانية وأصحاب رسالة. ويمكن قبل يومين سمو ولي العهد كان بيحكي في الأمم المتحدة إنه إحنا جنودنا قاعدين بتعرضوا لإطلاق النار من أجل حماية لاجئ حتى نأمنه إحنا الدخول وكون آمن موجود. نعم. عندنا فإحنا هذا كتير مهم. نعم. يعني كل هذا الحديث. نعم. جدا مهم. نعم. الله يعطيكم العافية. الله أنا رح أرجع لك ونحكي أكيد بالمزيد من التفاصيل. الله يخليك. كمان أبو سيف يعني الفارق دائما بحياة أي شخص عنده تحديات خاصة وإعاقة هم أهله، هذا بالدرجة الأولى. صح. يعني منشوف كتير ناس مهملين وأطفال، حتى الأطفال العاديين يعني إذا ما تم الاهتمام فيهم بيطلعوا ما لهم مش كتير يعني تميز في مجتمعاتهم، ولكن الأهل لهم كتير دور مهم. أنت وأم سيف وبراء كمان واضح إنكم عائلة اسم الله، الله يخليكم لبعض هيك متكاتفة، وعندكم مشروع فيما يتعلق بسيف تطلعنا عليه لو سمحت. في البداية بشكركم، يعني أنتم دائما سباقين للتعريف بال الطاقات المش مبينة في المجتمع. يعني أحكي لك إياها بصراحة، سيف هو عنده طاقة، عنده تمام. طاقة يعني يمكن فارض ما طلعت لغاية الآن كل الطاقات اللي عنده. نعم. الشكر كل الشكر لأمه طبعا، هي أكثر واحدة بتشجعه، هيها بتصور طول الوقت يعني مش من أول الحلقة تصوير. ما شاء الله عليه، يعني متفوق مدرسته، متفوق مع أصحابه، متفوق يعني مع علاقاته بكل الناس اللي بيعرفوه. كل واحد بتعرف على سيف بحبه سبحان الله، واضح وجهه ما شاء الله بشوف ضخم دائما. سيف يعني هو كان بده يتعلم، وأحكي لك إياها بصراحة، في كثير حالات نفس الحالات اللي عند سيف. ابني طبعا عنده مرض ضمور عضلات الدوشين. في كثير ناس في سن سيف هلا اهاليهم ما بروحوا على المدرسه، تصوري قاعدين في البيت.
للأسف. أنا بتفاجأ من هيك أهل يعني يعني الطفل هذا شو ما كان عنده حاجة شو ما كان عنده مشكلة لازم أهله يشجعوه لازم حتى لو الطفل نفسه ما عنده إرادة قوموه شجعوه. بعدين على فكرة المؤسسات موجودة، التعليم موجود، كل شيء موجود، المجالات الرياضية. يعني هي لما تشوف المؤسسة مثلا زي مدينة الأمير محمد تشوف أهل جايين بحماسهم وتشوف صحيح. طفل جاي بحماسه ما حتأثر صحيح. يعني هي مش رح تروح كمدينة رياضية لكل بيت، أو المدارس مش رح تروح كمدرسة لكل بيت تفتش عن الناس بالضبط. الناس إذا ما هم راحوا وفرضوا أنفسهم كأشخاص إلهم الحق بأنه يكون إلهم طبعاً زي مكان زي في كل المؤسسات ما رح يصير في تعاون. طيب يا أستاذ سيف، يعني إحنا بدنا نحكي عن بداية العام الدراسي، أنت بالصف العاشر بسم الله عليك، الله يوفقك يا رب، وهلأ بداية المدرسة، يعني وصف لنا يوم دراسي بالنسبة لسيف، حركتك، تعاون المعلمين معك، أصدقائك، أصحابك، وصف لنا الجو العام للمدرسة. للمدرسة من لما توصل لما تروح. يعني أنه ما أبوي بوديني على المدرسة، تمام، لما أروح هناك يعني بيجوا أصحابي بيساعدوني، رائع، بيساعدوني وبروح حتى كمان بقعدوا معي كمان طبعا صديقه اصدقاء يعني هم كمان وحتى بيساعدوني كمان في الصف. نعم صفك اللي فهمته انه المدرسه ساعدتك وعملت الصف بالطابق الاول كانه طيب رائع، يعني هذا استثناء لسيف بالضبط، هو كل سنه صفه تحت. تحيه تحيه لهم والله، تحيه لا كثير طبعا من هذا المنبر. ممكن نحكي بشكر اسمها المدرسه، مدارس جامعه الزرقاء. نعم الله يعطيهم العافيه، برافو عليهم. مديرها العام السيد احمد ابو شعيره، الله يسعدهم يعطيهم العافيه دائماً. طيب بمساله مثلا اذا بدك تشارك تحل سؤال تروح على اللوح ترجع، كيف تسهيلات، شو الاساتذه كيف بيساعدوك بهذا المجال؟ يعني حتى يعني بخلوني اشارك وبحل كمان. انت ما عندك مشكله بالكتابه اصلا والحل المرور، هو متفوق يعني اللي عليك عليك بدك تدرس بدك تدرس هو متفوق معدله 96 96 بسم الله. سيف اذا بدنا نحكي عن يعني لقدام، انت مخطط شيء معين تمتهنه او تدرسه بالجامعه؟ صراحه يعني مش عارف، بس انا بدي اطلع شيء بالعلم، شيء بالمجال العلمي، بالمجال العلمي. هو شوية موضوع السباحة أحلى من المدرسة متأكدة. قد ايه انبسطت بتجربتك بالمدينة كثير. وكانت هاي أول تجربة لك بالسباحة هاي الصيفية ولا كان في قبل شيء تعلمت هاي أول مرة؟ أول مرة. وهلأ مثلا شو الأشياء اللي بتعملها في المسبح، يعني شو الحركات، شو الأشياء مع الكوتش؟ شفنا الكوتش قبل شوي معاك، شفنا براء كمان عم بيساعدك. بسبح والكوتش بيعلمني. تمام، وعم بتحس حالك، عم نفسيتك بتتغير؟ بتحس حالك سعيد بعد السباحة؟ سبحان الله، رياضة كثير يعني بتساعد الكل، يعني بتحرك براحته تحت المي. فعلا فعلا. هل هذا ممكن يساعد أبو سيف على خلينا نقول التأهيل بالمستقبل طبيا يعني؟ يعني احكي لك اياها بصراحه، هلا المرض اللي عند سيف يعني لغاية اللحظه هاي ما في له علاج، بس زي ما حكيت لك الاطفال بنفس عمره حالتهم بتدهور اكثر من حالته. هلا السباحه بتحد من تدهور المرض، تمام، بالاضافه للعلاج اللي بيستخدمه، يعني كلها امور تساعد مع السبلمنت اللي باخده، المتعه اللي عم بحصل عليها، والحاله النفسيه زي ما حكيت لها دور كبير بالوضع طبعًا. يعني الحمد لله رب العالمين وضعه المستقر. في فرق بين طفل سعيد دائما وفرق بين طفل يعني عنده مشاكل نفسية، فالحمد لله واضح انه سيف حبيبي. الكابتن كمان ساعده صراحة، اشتغل معه على النفسية اول شيء وشجعه، بعدين نزله على المي. رائع، نشكر الكابتن الرائع. واضح قديش متحمس ليث الدعجة اسمه. نعم، حياتنا لك يا ليث، يعني برافو عليك، برافو عليك. غيث الدعجة. طيب معناته احنا بسوى والله نحكي عن الكوادر الموجودة، احنا بجوز نحكي عن المدن الرياضية الموجودة منتشرة في المملكة وما بنعرف قديش في عندهم كوادر مؤهلة، مرافق جيدة، يعني هاي فرصة نتعرف بجوز على مدينة الأميرة محمد أكثر اللي هي متنفس حقيقي لأهل الزرقاء عندكم في مدينتكم. يمكن احنا أول شيء مساحة المدينة 142 دولم، ويمكن هي مؤسسة منذ العام، هي تأسست، تم وضع حجر الأساس لها عام 91، في 95 تم طرح عطاء المرحلة الأولى، تم افتتاحها في عام 99 في دورة الحسين. يمكن مدينتنا متكاملة وفي أكثر من خدمات يمكن إحنا بنقدمها لزوار المدينة وللمجتمع المحلي. في عندنا مركز الطب الرياضي،
في المدينة. في عندنا محطة المعرفة هي مفتوحة لأبناء المجتمع المحلي. عندنا استاد كرة القدم، استاد دولي بيتسع لحوالي 12,000 متفرج. في عندنا صالة الجمباز، في عندنا صالة للجودو، في صالة متعددة الأغراض، وبالإضافة لنادي المدينة اللي بيضم المسابح اللي احنا شاهدناها. في عندنا صالات أفراح وصالات طعام، وفي مركز شبيب للياقة البدنية، وضمن حرم المدينة في بيت شباب الزرقاء. والحمد لله المدينة متكاملة، والمدينة بتقدم خدماتها لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة لفي عندنا مضمار للمشي حتى إحنا نساعد على مبدأ الرياضة للجميع، ونحد من ضمن الأمراض اللي موجودة عندنا اليوم اللي هي الضغط والسكري، ونقدم يعني خدماتنا لأندية المملكة يعني بشكل عام. متواصل مع المجتمع بكافة شرائحه. رياضيا واجتماعيا وثقافيا. أكيد. واضح أنه هذا هو دور هذه المدن. يعني هي الأمور الحمد لله ميسرة معاكم يا أبو سيف، إن شاء الله بتضلها هيك، بس لابد أنه في عندكم دائما أمل بشيء يتحسن أكثر من ناحية المدارس، المجتمع، الشوارع. شو ملاحظاتك كأب لطفل يعني عنده إعاقة جسدية؟ يعني أحكي لك إياها بصراحة، يعني في كثير مرافق مش موفرة لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ممكن مرات نروح على مطعم يعني على مستوى رمبة نطلع الكرسي عليه ما فيه. نفس الإشي ببعض المدارس، صار في اشتراطات يعني، ولكن حتى مش الشوارع يعني بكون مرات الرصيف مثلا عالي، ما في مكان انه الدخل الطفل منه اذا كان في عليه كرسي. الاهتمام صراحة بالامور اللي بتتعلق بسيف يعني مش موفر عندنا بشكل كامل. بدها يعني مراعاة اكثر. ممكن في دول ثانية متابع مرات حكم مرض سيف، يعني بيهتموا أكثر، عندهم جمعيات، عندهم اهتمام بالمرافق، دعم مؤسسي أكثر تتعلق على مستوى كرسي، يعني بغض النظر مريض أو طفل أو حتى واحد عمره كبير يعني على كرسي. ما في موفر له هاي المرافق الخاصة اللي بتساعدهم. إن شاء الله يعني نقدر كلنا كإعلام، مؤسسات، أنتوا كأسر، نقدر دائما نحسن الوضع للأفضل، لأنه بيستاهلوا الشباب اللي مثل سيف، عندهم إرادة وعندهم إقبال على الحياة، بيستاهلوا كل الدعم. أنا بس بدي أخلي براء يفوت شوي لعنا، تعالي براء عشان ما يغارش من سيف، بس لما يترو هو كمان بده يطلع على التلفزيون. تعال عندي هون، هذا براء أخو سيف، وهو اللي بيساعد سيف بكل الأمور والتفاصيل، صح ولا لا؟ صح. مين أكبر؟ مساعدته هو. أنت بأي صف؟ خمس. طيب هلا أنت ما عندك مايكروفون، بس أنا حبيت إنه يظهر براء على الكاميرا، وكمان كونه متفوق معدل 99 ما شاء الله، يفرحك فيهم يا رب يا أبو سيف، ويخلي لك إياهم. هلا إحنا حنروح لفاصل صغير أنا وبراء وسيف والجميع، وبعديها بنرجع لكم.